يا مساء الخير ويا مساء الجمال على جميع مشاهدي برنامج كلام مهم وحلقة جديدة من برنامجنا معاكم النهاردة. موضوع حلقتنا النهاردة شيق جدا 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 وناس كتيرة مستنية. موضوع حلقتنا النهاردة بيتكلم عن التوقعات الخاصة بالأبراج لسنة 2020. تا 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 يا ترى بقى مين هيشوف ايه السنه دي ومين هيشوف ايه السنه دي؟ ابراج كتيره قوي مستنيه تعرف ايه اللي هيحصل لها من توقعات. عايزه اقول لكم النهارده ان شاء الله باذن الله هينورني في الحلقه خبيره ابراج متخصصه، هتعرفنا النهارده ان شاء الله باذن الله التوقعات الخاصه بالابراج، هعرفكم بيها ولكن بعد الفاصل. وهستنى معاكم النهارده ان شاء الله تليفوناتكم على ارقام البرنامج اللي هتظهر دلوقتي قدامكم على الشاشه. اي حد بقى يا جماعه حابب يسال عن التوقعات بتاعت البرج بتاعته يقدر يكلمنا على ارقام البرنامج اللي هتظهر دلوقتي قدامكم على الشاشه. هطلع فاصل بسيط وارجع لكم على طول. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وموضوع حلقتنا النهارده بيتكلم عن توقعات الابراج لسنه 2020. اكيد كلنا دلوقتي عايزين نعرف يا ترى ايه اللي هيحصل لنا السنه دي. كل واحد مثلا عنده برج معين عايز يعرف طب السنه دي هتبقى فيها مثلا حظ، هيحصل حاجات فيها كعبله شويه، اسئله كتيره قوي بتدور في دماغنا. والنهارده ان شاء الله من خلال الحلقه هنرد على اسئلتكم كلكم. اي حد بقى عنده سؤال خاص بالابراج تمام يقدر يكلمنا دلوقتي على ارقام البرنامج اللي ظاهره دلوقتي قدامكم على الشاشه. خليني بقى ارحب بضيفتي الجميله اللي هتفرقع لنا الحلقه النهارده، دكتوره اميره عبد السلام خبيره في الابراج. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك يا حبيبتي. عامله ايه؟ الحمد لله. والله انت منورانا ومنوره الدنيا. ده نورك يا حبيبتي، انت منوره الدنيا يا حبيبه قلبي. تسلمي لي يا رب. استنى الحلقه دي، وعايز اقول لك ان احنا بيجي لنا كولز كتير قد كده في الكنترول علشان الحلقه دي بالذات. طبعا ابراج حضرتك مهاويس الابراج. ان شاء الله ان شاء الله يا حبيبتي. في ناس يعني بتصدق في الابراج تمام، وفي ناس ما بتصدقش فيها. يعني في ناس تقول لك ايه لا 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 انا ما بصدقش في الابراج اللي بتتكلم فيها دي. يعني خلينا نقول كده مثلا، يعني التوقعات دي احنا بنعملها بناء على ايه؟ يعني بنستنتجها بناء على ايه؟ بنستنتجها بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انت عارفه ربنا اقسم بمواقع النجوم تمام. وبعدين علم، ثانيا بقى علم الاسترولوجي او علم الفلك ده علم معترف بيه وممنهج وبيدرس حقيقي تمام. اذا هنا وبعدين احنا عارفين ان في حاجه اسمها ابراج وكواكب ونجوم واجرام سماويه، والكون كله معترف بالكلام ده من زمان جدا، من ايام الفراعنه. من ايام الفراعنه احنا اصلا عرفنا منين؟ ما هو علم اصلا احنا وارثينه من 5000 سنه، يعني 3000 سنه قبل الميلاد كمان. علم الاسترولوجي طبعا، فمحدش يعني، بس هو المشكله ايه؟ ان بيدخل فيه شويه حاجات كده بيسقط دلائله، يعني الدلائل بتاعته بتبقى مسقطه شويه، بان في بيدخل في التنجيم. كلمه تنجيم نفسها ده علم تنجيم، بس طبعا لما بيدخل فيها بقى حاجات دجل وشعوذه مش عارف. وطبعا في الاول وفي الاخر لا يعلم الغيب الا الله طبعا. احنا بس ايه، بنبقى بناء على خارطه فلكيه، حركه كواكب، حركه موقع الشمس بالنسبه للارض النهارده ايه، الابراج ال 12 برج، ال 12 برج اللي كلنا عارفينهم. في طبعا دي ابراج شمسيه طبعا. في برج قمري، في برج طالع، في برج باطني، يعني ابراج دي انواع، بس احنا اللي معروفه الابراج الشمسيه بتاعتنا يعني. فبناء على كده احنا بنبتدي نشوف زي الطقس، زي حاله الطقس. ما ده علم فلك برضو، يعني كل يوم الصبح كده نطلع نبص كده نشوف الدنيا هتمشي زي النهارده شهري بقى برج. اسبوعي طبعا في طقس، وفي حاله يعني حاله الجو مثلا على مدى اسبوع، على مدى يوم، على مدى شهر، وهكذا. نفس الموضوع بتتشاف بشكل يومي، بتتشاف بالنسبه للابراج. بالنسبه للابراج انا القمر بيقعد في كل برج يومين وربع تمام. اوكي. في اليومين وربع دول انت مثلا، انا مثلا برج الجوزاء مثلا تمام. لو القمر في برج القوس يبقى البرج ده معاكس، بيعاكسني. هو مش معناه ان حاجه وحشه ليا، بس هاخد بالي شويه من تصرفاتي. في معاكسات، يعني مثلا بتبقي ايه، انت ناويه تنزلي، انا نازله اشتري جاكيت اوكي. لو انا القمر في وضع مناسب ليا جدا، ده حقيقي ده بجد، ويومي كده حلو كده، اليوم بتاعي البرج بتاعي النهارده لذيذ، انا هتوفق ان شاء الله بامر الله. لان ده بيديني طاقه، ده بيديني طاقه. فانت ناويه، انت النهارده يومك حلو ان شاء الله، فلكيا مظبوط وكله تمام، انت بتبقي موفقه. غير كده طبعا، غير كده العكس، العكس تمام. طب حلو قوي. طب نخش في الابراج بقى، نخش بقى ونخش في التوقعات. الناس دلوقتي قاعده بقى مستنيه طبعا قدام التلفزيون تعرف التوقعات الخاصه بالابراج بتاعتهم. خلينا مثلا نبتدي ببرج الحمل تمام، بس برضو عايز يعني قبل ما نخش في التوقعات على طول ادينا كده هنت بسيط او نبذه بسيطه طيب
مميزات مثلا الحمل اللي بعد كده نخش بقى بعد كده على طول في التوقعات. طب اسمحي لي بس اقول لمحه كده بسيطه عن 2020 عشان الناس تبقى مبسوطه. اتفضل. لان هي اصلا يعني بعد اذنك يعني يا سلام اتفضل. احنا يعني سنه 2020 سنه كده تحسي كده الرقم نفسه في حاجه 2020 اوكي ده نهايه حقبه او عقد من الزمن علشان نبدا حقبه جديده. خدي بالك من الرقم مجموعه كمان 2 و2 4 حاجه جميله جدا على فكره حاجه حلوه قوي. بيمثل ايه يعني رقم 4؟ بيمثل ايه رقم 4؟ بيمثل اي بصي هو يعني رقم مزدوج. أربعة بيمثل الأربع العناصر اللي هي التراب الهواء النار المية. الأربع العناصر من الأبراج يعني هنا يعني إيه هنا يعني كل أبراج عندها حظ إن شاء الله. إن شاء الله. بس بنسب متفاوتة. حلو. أوكي ده بقى إحنا بنقوله مع كل برج بإذن الله. 2020 إحنا قلنا يعني زي ما حد بيتم ال 20 بيتم ال 30 بيتم ال 50 دي بتفرق تلاقي حس الناس إيه داخلة كده إيه مخدودة لا طبع. ما تتخضوش بالعكس أنا عايزاهم تنبسطوا جدا ويدخلوا بالسنة لأن كمان في كواكب وضعها حلو قوي. كوكب الله. المشتري دخل برج الجدي يوم 2 ديسمبر يعني الحظ الأسعد المشتري. جوبيتير في الجدي يعني في اخبار حلوه كتير قوي للابراج كلها كله 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 هندخل شويه نصايح بسيطه في الاخر ان شاء الله نقول عليها لو معانا وقت هندي حتى البرجين اللي هم حظهم مش قد كده قوي مش هيلحقوا يتزعلوا لا ان شاء الله هيفرحوا بسرعه. طب ناخد استاذ سيد بعد كده نخش بقى ايه في التوقعات معانا استاذ سيد. الو 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 السلام عليكم. ازيك يا استاذ سيد؟ الله يخليك يا فندم والله بجد انتوا قناه منتهى الرقه والجمال وفعلا الصحه والجمال بجد. تسلم لي ربنا يخليك كلك ذوق يا رب. تسلم لي ربنا يخلي حضرتك. اتفضل. معلش انا كنت عايز بس استاذن الدكتوره هي يعني معاك استفسر منها يعني هل في اي حرمانيه ان انا استفسر عن برجي وبرجي او المدام عندي ده رقم واحد. تمام. رقم اتنين انا ماليش دعوه انا مواليد 4/7 وانا ما اعرفش برجي بيبقى اسمه ايه ده سرطان ومراتي 4/9 ده عذراء وبنتي 26/11 ماشي يا استاذ سيد اوكي معلش يا ريت تجاوبوا لنا على الموضوع ده 26/11 ربنا يطمنك 26/11 احنا ماشي يا استاذ سيد الف شكر لمداخلتك معايا وان شاء الله هنرد عليك وهنقول لك كل التوقعات الخاصه بالتواريخ دي ان شاء الله دلوقتي ان شاء الله. تمام خلينا بس الاول ناخدهم بالتدريج. اوكي تمام وهنرد طبعا على الاستاذ سيد برضه يعني. نبتدي مثلا بالحمل برج الحمل. الحمل السنه اللي فاتت مر بظروف صعبه قوي ما لحقش يا دوب اورانوس داخل عنده في شهر مايو وقع يا حرام بعد كده كلهم زعلانين كلهم حصل لهم حاجات صعبه جدا جدا في اخر جداً. السنه مثلا في اخر السنه النص الثاني من السنه كان صعب جدا جدا على برج الحمل بلس ان هم اصلا بقى لهم يعني سنتين ثلاثه مش مبسوطين قوي. تمام اوكي برج ده برج الحمل. برج الحمل بقى عايزه اقول ما ينفعش برج الحمل ده اول برج في المجموعه الفلكيه اول انت حضرتك وانت قلتي اول برج الحمل انت كده واخدنا ورايح يعني انت القائد انت دينامو الابراج هو متفائل ومبتسم فدايما مبتسم فخليك مبتسم لان الحمل لما بيقع طاقته يعني هو اللي هو بينشر الطاقه علينا هو فعلا حاجه برج طاقي جدا جدا جدا. الحمل ان شاء الله ان شاء الله يعني بس نعدي شهرين اول يعني واحد واثنين بامر الله بامر الله وعنده تعويض ودع بقى ارمي بقى كل الحاجات السيئه الحاجات اللي انت يعني اديتها وما خدتش تقدير او ما خدتش ثمنها انساها لان انت داخل على مرحله جديده خالص تغيير فظيع تغيير جامد جدا 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 عند الحمل ان شاء الله. طبعا بصي ما يخلاش الامر من شويه حاجات داونز كده شويه اوكي يعني احيانا بس هو صيف جميل جدا 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 احنا طبعا الشمس بتدخل برجه في مارس 21 مارس يعني بدايه سنه فلكيه جديده يعني شهر ربيع بدايه ربيع تخيلي بقى بدايه كل حاجه هناخد بالنا من صحتنا شويه في اواخر السنه لان هيبقى عندنا ضغوطات من شغل من عمل كتير عندنا عقبه سفر يعني مثلا لو في سفر هيبقى موفق لو في شغل هيبقى موفق الحاجه اللي انت ما قدرتش تعملها يا حمل السنه اللي فاتت ان شاء الله المره دي انت موفق فيها موفق جدا جدا واللي كان فيه تعب صحي او ضغوطات او جهد هيبقى نتائج يعني من نتيجه مجهود حلو
ما عندوش وقعات صعبه، يعني ما عندوش حاجات اللي هي صعبه قوي زي الحصر، ما عندوش قهره. بس مش كل الناس حمل زيك يا حمل، يعني انت لما بتبتدي تدي وتبتدي تبقى شهم قوي وجدع قوي 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 مع الناس وما لقيتش، ما تعتقدش ان هم كلهم زيك. احنا هنكمل بقيه الحلقه النهارده ان شاء الله، ونقعد نتكلم بقى في كل الابراج، ولكن هنطلع فاصل بسيط ورجع لك على طول. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وموضوع حلقتنا النهارده بيتكلم عن التوافق، سوري، التوقعات الخاصه بالابراج لسنه 2020. منورني النهارده في البرنامج استاذه اميره عبد السلام خبيره الابراج. دكتوره اميره، احنا دلوقتي اتكلمنا عن الحمل صح؟ اوكي، وقلنا ان هو دلوقتي يعني شهرين ان شاء الله من بدايه السنه الجديده، وكل حاجه بعد كده هتتحسن، ادينا له بشره خير. سنه معقوله جدا جدا ان شاء الله، وياخد باله من نفسه في اواخر السنه. من مجهوداته، وعنده سفر موفق، عنده حاجات موفقه كتير كتير بنسبه نقول 80%. منهم سفر، في سفر يسافر دلوقتي يا دكتوره، بس هو مسافر عشان شغل. امال ايه بقى؟ يعني مش مسافر، لا هو مسافر. في عنده فايده من السفر، بس مش سفر مش شغل ولا مده طويله، لا هو سفر رايح جاي كده، بيتحرك كتير. هو عموما بيتحب، هو على فكره ما ينفعش يقعد كده على مكتب ويشتغل، هو لازم يتحرك، حمل لازم يتحرك. طب حلو، طيب ناخد تليفون بعد كده نخش على الطور. معانا استاذه نسرين. الو، بخير، ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ بخير والله الحمد لله، منورانا. ميرسي، ربنا يخليك يا نور حبيبتك. اكلم استاذه اميره. معاكي يا فندم، اتفضلي. اهلا حبيبتي. الو، ست الكل، منوره الشاشه. اهلا يا حبيبتي، ميرسي يا نسرين، ربنا يخليكي. حبيبتي والله انا مبسوطه قوي ان انا شايفه حضرتك على التلفزيون زي القمر، ربنا يخليكي لينا. حبيبتي حبيبتي ربنا يخليكي. حبايبي اسكندريه اكيد طبعا، حبيبتي طبعا، كل المتابعين دلوقتي جايين اسكندريه اكيد. عندك سؤال النهارده يا نسرين خاص بالحلقه؟ انا سمعت برج الحمل وتمام، يعني الحمد لله مبشرونا زي العاده دايما باحلى حاجه في الدنيا، فربنا يبارك لك يا رب، ربنا يخليكي لينا ان شاء الله. كل الخير ليك يا نسرين، ميرسي للاتصال. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. ميرسي حبيبتي. نخش بقى على الثور ان شاء الله. برج الثور برج الثور برج ترابي، بينتمي طبعا للمجموعه الترابيه. برج كده ايه، تحسي مستقر، هادي، ذكي جدا، دقيق جدا. برج الثور تحسي ريتمه بطيء شويه. ايه اللي حصل بقى السنه اللي فاتت في برج الثور؟ دخل عنده كوكب اورانوس في شهر 5 اللي هو مشي من الحمل. اوكي، عمل له شقلبزات في السنه، تخيلي. يعني لا، تغييرات، مفاجآت، هي مش مشاكل على قد ما انها انا يا جماعه انا حد يعني مع نفسي وقاعد يعني وكده، وبعد مرتقب وبدقق وبساعد الناس وبحب الناس وكل حاجه، بس انا بحب ابقى في حالي شويه. لا، برج الثور لا، السنه دي ما كانتش عليه كده، كان فيها تغييرات، مفاجآت، سفر، اللي هنا راح هناك واللي هناك جه. برج الثور مش كده، برج الثور يعني طول عمره مستقر في حاجه معينه، مش على خط بالظبط كده. هو لازم حافظ حاجات معينه وماشي عليها، ما مش بيجازف قوي. لا، السنه دي طبعا حصل عنده حاجات كتير جدا، فدي خضته. لكن هي مش وحشه على فكره، هي مش حاجات وحشه، بس هو كان متسلي وكان مبسوط وكده. السنه دي بقى لا، احنا مكملين يا تور ان شاء الله نفس الريتم، نفس على اسرع. خد بالك، التور عنده حاجه اسمها غالب ومغلوب. التور مغالب ومغلوب. التور لو هو فضل ريتمه بطيء كبرج، لا انت مش هينفع كده. لا، احنا داخلين على سنه كلها طاقه، كلها حماس، وكلها حيويه، عايزه شغل، عايزه سعي، عايزه كذا، عايزه كذا. خلاص انت اتدربت ما فيك كفايه، هتتعلم بقى. هيطلب منه ان هو مثلا هيطلب منه ان هو بالظبط كده. التور، وبعدين التور قدها قدود. التور يعني عندك مشكله، عندك حاجه، عندك بيقعد معاكي كده، يقعد كده ايه، هو طيب حنين، بيقعد كده يطبطب عليكي، ويقعد وبين بيعبر عن نفسه. التور بيعبر قوي قوي عن نفسه، وده مطلوب منه. يعني التور والسرطان السنه دي لازم انت تعبر عن نفسك. انت مثلا عملت حاجه، اوكي، مثلا زي ما حد كتب، عمل بروجكت او عمل مثلا مقاله وما مضاش باسمه، تروح تتسرق منه وتروح انت شايفه المثل ده، تتسرق وتروح باسم حد تاني. خد بالك يا تور، افكارك ممكن تتسرق،
فلوسك ممكن يعني مش هقول تتسرق. نصايح مهمة. خد بالك يا تور، وفي الاخر برضو هنقول نصيحة بأمر الله، خد بالك وفتح عينيك كويس جدا، لان في حاجات كتير قوي قوي التور مستنيها هتتحقق بأمر الله. بأمر الله السنه دي ان شاء الله، وانس ان الشمس هتدخل عنده في شهر ابريل باذن الله ان شاء الله الدنيا هتتغير عنده كتير كتير كتير. خدي بالك كمان انا قلت برج ايه ترابي، يعني المشتري في الجدي، المشتري الجدي ترابي، يبقى كده الابراج يعني التور يعتبر حظه حلو وعالي من الابراج اللي حظها عالي فعلا فعلا مش كلام، وان شاء الله بامر الله تقولي اميره قالت ان شاء الله. البرج التور جميل 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 كلها يا رب ان شاء الله. طب ناخد تليفون معانا استاذه حنان من الجيزه. الو الو، ازيك يا استاذه حنان؟ ايوه الله يسلمك، عامله ايه؟ عامله ايه، منوراني الحمد لله، منوره بوجودك حضرتك قمر حبيبتي، ربنا يخليكي تسلمي لي. اتفضلي. عايزه اسال الدكتوره عن برجي. انا مواليد 25/1/1990. حاضر، انا الاثنين. وجوزي برضو 20/1/81. ده انتوا زي بعض بقى، ده انتوا زي بعض بقى، بتعملوا عمليات سوا. هو يكون بياكل عليكي هديه. طب معلش بقى، وماما قولي. وبرج ماما 5/11/72. ماشي يا حنان، تابعينا يا حنان وهنقول وهنرد دلوقتي عليك ان شاء الله في خلال الحلقه بتاعتنا ان شاء الله باذن الله. شكرا. احنا هناخدهم بالدور، انا مش عايزين نسبق الاحداث، احنا كده هنتكلم في كل الابراج اكيد ان شاء الله. طيب طب كده بقى احنا خلاص خلصنا ايه التور، هنخش بقى في برج. برج إيه؟ كده يا جماعه يعني بسم الله الرحمن الرحيم. ليه بس يعني الناس كلها بتخاف منه، ما اعرفش منهم يعني، ناس جميله والله العظيم يعني. والله ما عشان هم مش فاهمين، بس هم مشهورين يا اما يا اما لا. انا بتكلم عن الجوزاء. الله عليك. خلاص بتكلم عن الجوزاء برجي طبعا. يا نهار ابيض، شفتي ازاي انا شكلي عكيت؟ لا طب شفتي، طب انت شفتي والله العظيم جميله، جربتيني وحبيبتي شفتي في قلبك الابيض ده. ربنا يخليك يا رب. الجوزاء، الجوزاء برج هوائي طبعا من تامين مجموعة الهوائيه. الجوزاء بصي من الابراج اللي عانت الامرين. البرج ده بجد بجد والله مش علشان برجي حقيقي، الابراج الهوائيه كلها ما الفلوس دي مش في دماغها خالص. اوكي، بس ده اكتر برج هو الميزان مش في دماغه الفلوس خالص، يعني خسر عليه ديون مش مهم. هو مهم عايش مبسوط مع الناس. جوزاء، جوزاء ما ينفعش يقعد لوحده، ما ينفعش يبقى لوحده، ما ينفعش يبقى حد زعلان منه، يموت لو حد زعلان منه. برجات قهر كتير جدا جدا على مدى يمكن نقول 5 سنين، قولي 7 سنين، قولي مش مشكله. المشكله بقى ان هو مش بيبان عليه. انت دايما تحسي زي ما قلنا البرج الحمل بيدي طاقه للابراج، او برج الطاقه يعني. اوكي، ده برج الفن، برج اللي هو ما ينفعش انت تبقي قاعده كده في وسط جروب وفي برج الجوزاء ما تضحكيش، ما ينفعش ما ينفعش. هو ده اللي بيديكي الطمانينه، التفاؤل، دايما كل حاجه عنده رايه، الله حلو قوي، عنده رضا. برج على فكره هو جميل، بس انا اوكي مزدوج. اوكي ايوه يعني أوكي، ممكن أوكي، أوكي، مثلا أوكي، مزدوج. انت عامل ان انا مبسوط جدا ودي عادي زي العقرب يعني، بيصحى الصبح ممكن النهارده اللي كنت بحبه امبارح كرهته النهارده عادي، مفيش مشكله عادي جدا جدا، مش 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 مسبب ده، مش مسبب له قلق. لكن هو علشان خاطر بجد بجد حد الذكاء، برج ذكي عنده ذكاء اجتماعي جدا جدا فظيع بشكل مش طبيعي. برج الجوزاء بسرعه يكون صحاب، بسرعه يخلص حاجات، بسرعه بسرعه بسرعه، كل حاجه عنده بيعرف يعملها. وعنده قبول، تحسي ان انت لما بتشوفي حد من برج الجوزاء عنده صحاب كتيره جدا ما شاء الله. هو اللي هو يعني ممكن يبقى مش فاكر هو عنده الاف. بالظبط كده. وبعدين الناس يعني مش حد مكروه يعني، مش اللي بيكرهه ده يبقى حد مش طبيعي يعني. اللي بيكره برج الجوزاء يبقى هو اصلا مش هو وحش، حد وحش تمام، لانه هو مش مسالم قوي، ما بحبش ياذي حد، بس هو النهارده يعني مش ملوش مزاج يتكلم، سيبيه خلاص هو هيرجع يتكلم. برج الجوزاء احنا قلنا يعني ايه، مش هقول لك اتخاذل، هو يعني حاسس ان هو مهمش يعني، كان عنده تهميش اللي هو ايه، انا كنت في فين وبقيت فين، ايه يا جماعه يعني ما حدش مكلمني ليه انا. وبعدين هو ما بيحبش يبقى لوحده، اختار عزله بقى، هو عنده جات له كده حاجه اسمها حاله الوحده الاختياريه. الجوزاء يبقى لوحده مش ممكن، ازاي؟ زهق من الناس، تعب من الناس، يعني قفل بقى خالص، قفل 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 جدا جدا جدا، حد يشوف حد جدا، دخل في جو الانعزال، وده بسبب برضو عكوسات
فلكية. المشتري اللي هو جوبيتر لما كان في القوس معاك بيعكسه بيعكسه كتير، خد منه الاضواء، فاهماني ازاي؟ حقيقي خد منه الاضواء، هو حاسس ان هو مثلا اتطفى شويه. اتطفى شويه. هو اصلا كمان على فكره برج ان هو زي ما نجمه خفيف جدا، هو العذراء نجمه خفيف جدا، بيتحسد بسرعه جدا. والقوس فيه شويه ابراج بتتحسد، ده بقى اللي هو مش عين تبص له خلاص هو يقع في كل حاجه. لا بس هو بقى ممنوع بيقوم بسرعه. هو حد يعني لما تقولي برج مكافح او برج بيسعى دايما حته الامل، يعني انا ما بيأس المتفائل، انا هبقى احسن، انا هقوم، انا هقوم من ان انتوا مالكوا يعني كده. هو ده برج الجوزاء. انا قلت حته الازدواجيه او ان هو مودي شويه. اوكي مفيش مشكله، احنا بشر يا جماعه، مفيش مشكله. فدي حاجه. احنا بقى السنه دي ان شاء الله بامر الله اللي هو هيبقى حاجه تانية خالص، وبدات اوريدي معايا. انا معاكي هنا النهارده، يوم جميل قوي، انا مبسوطه. تمام، انا مبسوطه عشان انت. ده حقيقي، ده حقيقي. انا بقالي سنه ونص ما بطلعش ميديا، اول حد اطلع له معاكي. شرفتيني في القاهره ومش في اسكندريه. ايه بقى الجوزاء حصل له ايه؟ يا سلام، زي الفل بقى دلوقتي. اي حد عايز حاجه من الجوزاء يطلبها يا جماعه في الوقت ده. الجوزاء ده مش بتاع فلوس اصلا، مع انه السنه دي ان شاء الله عندك فلوس يا جوزاء. الله، عندك بقى، روح في سد فيزا، روح اعمل حاجه على الديون اللي عليك دي عشان خاطر تسدها. ومش مهم بقى يبقى معاك وفره، ان هو مش مهم مش وفره قوي، بس هو عنده فلوس معقوله وهو عنده رضا. تاني حاجه عاطفيا هيتجوزه فينوس داخل على فكره، يعني اصلا هيبقى في جوازات كتير، يعني في جوازات كتير وفي توائم كتير السنه دي. وفي يعني اللي عايز بيبي عنده بيبي، يعني لا السنه دي في يعني اي واحده مش تقدم لها حد جوزاء يا جماعه بالي على طول. في توائم وفلوس وحاجات حلوه كتير. بس خلي بالك يا جوزاء من العلاقه الثلاثيه، الرجل الجوزاء، يا رجل يا جوزاء اكتفي بزوجتك وبلاش تبص بره، لان رجل الجوزاء عايز يعني اللي هو احنا مودنا هيرتاح، نفسيتنا هترتاح. تمام، خلينا بقى نركز شويه عشان نشتغل، لان الجوزاء عنده ضغوط مهنيه عاليه جدا جدا جدا، بس كلها ايجابيه. الله، يعني كلها ايجابيه. فينوس قلنا داخله برجه شهر 4، تقعد معاه ان شاء الله 4 شهور. تخيلي بقى، يعني عنده وقت رومانسي جميل جدا 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 جدا. يا سلام، بامر الله بامر الله. مش هناخد بالنا غير بس من يعني انتهاء 2019 ودخول 2020. المرحله دي حساسه شويه بالنسبه للجوزاء. لو خدنا بالنا خلاص الدنيا كلها تبقى خلاص ان شاء الله بامر الله، لان كله هيبشر بالجوزاء خير ان شاء الله يا جوزاء ان شاء الله. معانا مريم. الو، مريم ممكن توطي بس صوت التلفزيون شويه وتسمعينا من التليفون؟ ممكن توطي صوت التلفزيون شويه؟ ايوه ايوه. مريم ازيك؟ الحمد لله. ازيك؟ عامله ايه؟ انت عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. عايزه اسال عن برج الجوزاء. تمام، انت مش سامعه كل ده يا مريم؟ ده احنا عمالين بنقول اشعار ما سمعتيهاش. بس مشغوله في الاتصال. بس بتضحكي ازاي؟ مع شهر 11. حاضر حاضر يا مريم، هنتكلم على شهر 11 يا مريم، تابعينا. ميرسي لاتصالك. نخش بقى في السرطان. احنا عايزين يعني طبعا، عشان انا عايزه اقول يعني ان شاء الله التفاؤلات والتوقعات لكل الناس علشان نلحق. بس تمام، برج السرطان برج المائي الجميل العميق الحساس الرومانسي اللي بيحب بيته، اللي بيحب اسرته، بيحب ولاده، اللي هو زعل قوي السنه دي مش عشان حاجه. بصي الجوز السرطان برج عطاء قوي للي منه، برضو زي الحمل، مش كل الناس زيك يعني. ما تستني تقدير، ما فيش تقدير. عارفه اللي مزعله؟ اللي منه، القريبين، الاهل الصحاب. الاهل الصحاب القريبين، الاولاد اللي هو يعني زي الحوت، الحوت نفس الابراج المائيه عامه يعني. انما السرطان ده اللي هو عنده حدث، عنده روحانيات، اللي هو بيحس قبل الحاجة قبل ما تحصل، بيحس بيها قوي. طبطب على نفسك شوية يا سرطان، عشان انت جيت على نفسك كتير جدا جدا السنة دي. السنة اللي هي 2019. السنة دي بقى عنده شراكات، دي سنة الشراكات بالنسبة له. شراكات في ايه؟ يعني مثلا لو السرطان عايز يعمل مشروع، ما ينفعش يعمله لوحده،
لازم يعني نخش مع حد شريك مثلا. بالظبط كده. طبعا في فرصه للجواز، في فرصه للارتباط كبيره جدا، لان هي سنه الشراكات بالنسبه له. تمام. السرطان طبعا عشان هو برج مائي فعنده حظوظه، يعني صعب يلاقيها، لو هيصنع برضه حظه بنفسه، مش زي الابراج الهوائيه كده والابراج الناريه ولعه معاهم. لا، الابراج المائيه شويه عايزه سعي، محتاج تسعى، محتاج تشتغل على نفسك. السرطان عنده سنه جميله ان شاء الله، ان شاء الله اذا شارك حد مشترطه بالشراكه. يعني وبعدين تنازل شويه، يعني تنازل شويه، وبعدين الاسراف، لان هو مثلا لو معاه مثلا 1000 دولار ممكن يروح يشتري بيهم حاجه ويلبسها. اوكي. بس مش يعني عنده، يعني في فرق بين انه يبقى غني ويبقى عنده وفره. يعني مش يعني يحوش فلوس عشان يجيب بيها حاجه واحده. ايوه. فمش هيبقى معاه فلوس قوي لو بزر، احنا مش عايزينه يبزر. ناخد بالنا شويه من حته الفلوس، ناخد بالنا شويه من حته الشراكات. لازم ابقى مع حد، لازم اتواصل مع الناس، انا لوحدي مش هينفع. السرطان لازم يتواصل مع الناس لان هو عايز يبقى لوحده، وده ما ينفعش، ودي نصيحه له. خدوا بالكم يا جماعه من النصايح دي عشان اكيد هتفكوا باذن الله السنه دي. وهو مفيد كمان السرطان ده، جميل قوي ما شاء الله. طب ناخد احمد معانا. احمد الو. الو الو. يعني السلام عليكم. ازيك يا استاذ احمد؟ السلام عليكم يا فندم. اخبارك ايه؟ دورني الشيش. اتفضل يا فندم. عايز بس اسال الدكتور على ايه. سامع حضرتك، اتفضل. تمام. 16/12/79. نعم. مواليد 16/12/79. 16/12 كم؟ معلش تاني معلش. 6/6/12/6/12/6/6/12 القوس. خلاص اوكي يا استاذ احمد، تابعنا، ميرسي جدا لذوقك. خايفين قلقانين كلهم القوس. انا نخش يعني واحده واحده. جايين له ان شاء الله. نخش الاسد بقى. نخش الاسد بقى. تاتا. سمعنا عنه كلام كتير قوي حلو السنه دي. حبيبي الاسد ده، عارفه مشتري كلنا بنحبه. بتحبي؟ انا بحبه قوي برج الاسد. هو قوي. طيب وحنين وكريم، وصراحه يعني الناس اللي انا عرفتهم كلهم الاسد دي، يعني انا شفت ازاي اتنين بقى. صحيح صحيح بجد، يعني ناس يعني في منتهى الكرم، في منتهى الجدعنه قوي. ويعني حصل لك ايه تلاقيهم معاكي جنبك في اي وقت يعني. بس انا زعلانه منهم قوي السنه دي. ليه بقى؟ اذوا نفسهم كتير. ده حقيقي فعلا. صح اذوا نفسهم كتير. كنا قاعدين بره بنتكلم فاستاذ قال لي عليكي جن ولا ايه انت في انت اللي بتقولي ده؟ يا جماعه انا عايزه اقول لكم الدكتوره قعدت مع حد من عندنا يعني في الكنترول، يعني هو اتجنن يعني من الحاجات اللي فضلت تقولها له. ما شاء الله. الاسد 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 حبيبي يا برج اسد. الاسد ثلاث سنين مش اسد، قطه فور. الاسد ده اصل ده الكينج ده يا جماعه، يعني ده الملك فعلا بتاعنا، ده حقيقي، ده هو درع امان قوي. الناس كتير تعرف ان الاسد. هما بيحيوكي من الكنترول يا فندم، بيقول لك بص احنا الاسد اتوصي بيهم بقى، يلا احسن ناس، وهترجعوا احسن ناس ان شاء الله. هترجع اسد ده السنه دي بقى، يعني عارفه اوعى وشك بقى انا جاي يعني. ايوه. لا هيرجع يفتري تاني زي زمان. ده هو بس هو اذى نفسه. مثلا اللي ما كانش بيدخن، اللي مثلا مش مهتم بمظهره، الاسد مش بتاع كده خالص. وقع في مشاكل كبيره جدا في الفتره الاخيره دي. اولا هو برج ناري، اولا هو برج ناري كله حماس كله طاقه. بس هو كسول بقى، مش ناري زي مش نشيط زي القوس والحمل. لا هو الكينج ما مش بيعمل حاجه، انا ادي اوامر بس كله يعمل. انا ملك الغابه. أيوة. اوكي. ده هو بس المشكله ان هو جاله احباطات كتير ورا بعض، كانت المشاكل ورا بعض. في ايه؟ في ايه اللي حصل؟ حصل له كمان، خدي بالك ان دايما بيبقى شهر 7 اللي هو الشمس في برج الاسد بيحصل كسوف وخسوف. لاحظتي الموضوع ده؟ حقيقي. كذا سنه ورا بعض. ما هو ده وقعه. ده وقعه. بلس ان هو كمان اصلا الاسد محبط. هو ما عندوش طاقه، هو حرام ما فيش. كانت الكواكب معكسيه، كانت هو شخصيته متغيره، هو اتغير كل يعني كليا، طاقته نفذت يعني خالص. طاقته ما فيش طاقه. استعد عشان انت عندك حاجات جميله جدا 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 يا اسد مستنياك. كل حاجه، بص كل حاجه ده. فلوس ان شاء الله جايه. لا وعنده ضربه حظ، انا نسيت اقول له ده، في ضربه حظ قويه. لو انا هتغني منين؟ انت ربنا. انا ما اعرفش هو يتغني منين. ده هو جاي له فلوس انت مش عارف منين. في شهر معين مثلا؟
طب اقول ولا ايه؟ قولي قولي عشان بعد كده ناخد بقى الحلقه دي بقى ايه بعد شهر 7 ان شاء الله. ما شاء الله. طيب تمام. بس قبل كده يا اسد هتتصالح، هتتصالح وانت فاهمني انا بقول ايه. صالح مع الاسد، هتتصالح مع اللي زعلتهم، هتسامح اللي زعلوك. الله. عملت كده هترجع اسد، وهترجع احلى من الاول. طول عمره اسد. على فكره من اسعد الابراج بجد السنه دي، من اسعد الابراج لدرجه ان هو دلوقتي قاعدين مش مصدقين اللي انا بقوله. مش هيصدق اصلا، مش هيصدق غير شهر 4 ان شاء الله. لما الدنيا تبتدي في الربيع، لما الدنيا تبتدي الشمس كده تطلع والاسد كده عارفه اللي هو ايه. رجع تاني. انا راجع بس راجع يدينا كلنا طاقه حلوه ويدينا كلنا عطاء جميل. مش راجع مش هينتقم، ما بحبش ينتقم. عارف الله عما سلف. انت الكبير يا اسد. هو هيقول كده. طيب ناخد العذراء. معلش انا بعتذر بس للناس ان انا والله مش عارفه اخد تليفوناتكم، لاني بص يعني احنا لسه ما خلصناش وعندنا لسه كذا برج عايزين نتكلم فيه، فبعتذر للناس. وممكن تسمعونا دلوقتي من التلفزيون، وان شاء الله هعمل لكم حلقه يكون معانا وقت اكتر نقدر نتكلم فيه وناخد كمان اسئلتكم. تمام نخش في العذراء. نخش في العذراء. يا بخت عذراء حبيبي. انا عذراء على فكره يا دكتور. يا بختك. بجد الله ابشري بقى. يا بختك بجد. يا بختك. عارفه ليه يا بختك؟ عشان انت اشتغلتي قوي على نفسك حقيقي. انت السنه دي جايه 2020 يا عذراء تتوجك. الله. عارفه تقولك شابو فعلا، تديك تقدير. عندك تقدير، عندك مقابلات مع شخصيات كبيره جدا. شكرا. احنا كنا بنقول الكلام ده من كام يوم كده. دكتور انا عايزه اقول لك ان فعلا كلامك هيبتدي يتحقق. انا عندي مقابلات كبيره جدا ان شاء الله السبت الجاي. شفتي بقى؟ ان شاء الله. على فكره كلامك صح فعلا. اوريدي احنا بدانا اصلا، احنا بدانا خلاص، احنا بدانا من يعني احنا فعليا ومعنويا بالنسبه لك يا عذراء وبالنسبه لك انت بالاخص 2 ديسمبر انت دخلتي في 2020. اعملي حسابك على كده. يعني مش مهم بقى انا احتفل بقى بالنيو يير ولا لا هي بقى خلاص انت كده في النيو يير ان شاء الله. كل العذراء احنا خلاص دخلنا. العذراء انت تعبت قوي، اشتغل. برافو برافو برافو. عايزه اقول له برافو بجد، لان هو حد مجتهد جدا جدا، ولكل مجتهد نصيب. السنه دي هتلاقي النصيب ان شاء الله. كمان عنده فتره بقى عاطفيه فظيعه، يعني في جواز، في بيبيهات، في ارتباط حب جميل، عنده قصص رومانسيه. مع ان العذراء ده حد كده يقول لك ايه ده عملي ده وروتيني ده، ده مش رومانسي، ده مش بيتكلم. لا مين قال كده؟ لا والله ده احنا رومانسيين جدا جدا. والله ربنا يعني مش حاجه. طب انت زينا في اغسطس ولا في سبتمبر؟ انا 1/9. الله ده عقر ده عذراء بقى اللي هو اصلي. لا 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 برافو. لا العذراء عارف اللي هو ايه، بيحصد ما زرعه. يعني هو اللي كان حصل له حاجات، بس على فكره هو مش متضايق. هو يقول لك اللي حصل ده مش مهم، ايه يعني بدا حصل لي معاه حاجات حلوه. يعني هو اوريدي كان 2019 مش وحش على فكره. أيوه. متهيألي يعني ولا ايه؟ لا بصي يعني حصلت مثلا يعني كذا حاجه كده في الاواخر بتاعت السنه، بس احنا بنودع كل حاجه بسرعه ونروح. بنودع كل حاجه طبعا. وبعدين كل حاجه وبنكمل. تاني برج ترابي، وقلنا ان المشتري بكررها كل شويه، المشتري داخل الجدي اللي هو البرج الترابي 2 ديسمبر. يعني كل الابراج الترابيه من اسعد الابراج ان شاء الله. والعذراء منهم. احنا بنتعافى بسرعه. انت جوبيتر في صديق، عندك في صديقك الجدي وانت قريبه منه. حلو قوي، جميل جدا جدا جدا. يعني في حاجات حلوه كتير يا سريري بقى. في حاجات حلوه، حلوه قوي قوي قوي. لا العذراء كمان اللي هو انا عنده، عارفه عنده ثقه بالنفس غير طبيعيه. حقيقي هو مظبط الدنيا قوي قوي قوي. ومؤسس، عشان في ابراج هقول لها اسس. لا انت مؤسس. بس كمل كمل، علشان انت قبل كده كنت طالع خطوه خطوه، كان عنده بطء شويه، ركود شويه. احنا مرجح هنا نطلع تو ستبس مع بعض. يعني هتبص تلاقي نفسك طالعه سلمتين سلمتين. جرعه مكثفه. اللهم لا حسد. اللهم لا حسد فعلا عذراء. يا رب الخير دايما لينا كلنا يا رب يا دكتور. طب ناخد العقرب. لا الميزان. الميزان. طب ماشي ناخد الميزان. يلا ناخد الميزان. مش هو كده. اوكي واحنا عادي، احنا كده كده هناخد العقرب. ما عشان كله يبقى سمع ونمشي. ناخد بقى الميزان عشان ده حبيبي. يلا. الميزان برج هوائي. اطيب الابراج حقيقي والله. اللي يقول لك ده شرير لا لا، هو حد فعلا حد طيب، او حد عفوي جدا جدا. احنا معانا دقيقتين. يعني نتكلم دقيقه في الميزان ودقيقه بقى في العقرب. طيب الميزان حد عفوي جدا، برج هوائي.
مطلوب منه ان هو يتكل او يعتمد على نفسه، ما يتكلش على غيره زي قبل كده، لان انت عندك سنه نجاحات، سنه اعمال، سنه ضغوط ايجابيه، عنده اشغال وعنده اعمال وعنده هيشتري كده حاجه مهمه، عنده شراء، ما اعرفش بيت، عربيه، حاجه كده غاليه، هيقتني شيء الميزان في دماغه الموضوع ده، وان شاء الله بامر الله هينفذه. عندك تحقيق امنيه غاليه جدا 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 يا ميزان، بس ارجوك بطل تعتمد على الناس واعتمد على نفسك، لان الناس تعبت شويه معاك، يعني هو اجهد اللي حواليه. فالسنه دي ان شاء الله المفروض يعتمد على نفسه علشان يوصل 21 سنه 21 بامان، لان السنه دي عنق زجاجه. حلو، نخش العقرب. نخش العقرب. يا سعدك يا هناك. إيه اسعد الابراج. يا سلام. 2020 عارفه كده؟ لا لسه بقى، لسه انا بسمع المعلومات. اسعد الابراج. العقرب برضو من الابراج اللي، بس هو مش بيشتكي، ان هو حاسس ان هو اكبر من ان هو يشتكي. طبعا العقرب برج مائي، برج عاقل متزن، كتوم، برج كتوم، ما بيحكيش. تعرفيش يعني، بتشوفي كده وشه مش عارفه هو ناوي لك على ايه. طب هو مبسوط ولا مش مبسوط؟ صعب قوي. السنه دي العقرب هيتغير، السنه دي العقرب هيضحك، السنه دي العقرب هيبقى هيبان عليه الرياكشن بتاعه. مش هيبقى عابس، مش هيبقى مع نفسه، مش هيبقى، لا العقرب داخل على مرحله جديده، مرحله قويه، مرحله فارقه في حياته، فارقه قوي، مرحله مش سنه، مرحله جديده 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 ان شاء الله باذن الله جميله، لان هو كمان بس شخصيته هتقوى اكتر، يعني دي المشكله، احنا خايفين منه. انا خايفه منه عشان الشخصيه بتاعته هتقوى. هو شخصيه قويه جدا. تمام. يعني السنه دي عنده ثقه بالنفس هيثقلها قوي 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 قوي. المريخ طبعا معاه، هتحس ان هو هيبقى الملك مش الاسد. ده هو يقول لك لا زيح بقى، انا جاي وانا قطر، لو مشيت محدش هيوقفني. ده برج العقرب السنه دي. احنا لينا لسه حلقه ثانيه، ناس ما خلصناش، انت الحلقه الجايه معانا ان شاء الله باذن الله. الناس يعني بصي مستنيه تسمع بقيه الابراج. للاسف وقت الحلقه خلص، بجد نورتيني فعلا واستفدت منك كتير جدا، واكيد الناس كلها استفدت، واكيد لينا حلقه ثانيه باذن الله ان شاء الله بامر الله. دكتوره اميره، ميرسي ليك يا حبيبتي، ميرسي ليك. اعزائي المشاهدين، للاسف وقت الحلقه خلص معاكم النهارده، استنوني ان شاء الله الاسبوع الجاي وحلقه جديده مع برنامج كلام مهم مع مونيكا.